السلام عليكم، تحياتي واحتراماتي للزبناء ديالنا. تحية كبيرة. اليوم ان شاء الله كاينه واحد الفترة ديال الاسئلة غادي نتكلموا عليها. هادي شحال ما درناش اسئلة نظرا لضيق الوقت، ولكن اليوم ان شاء الله غنحيدوا علينا بعض الاسئلة ونلبيو الرغبات ديال الزبناء ديالنا. كنحييكم من هذا المنبر كاملين واحد واحد خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن. وبالنسبه للاخوه الرقم الهاتف كيف ما العاده راه غادي نخليه في الاخير ديال الحلقه. وبالنسبه للمسابقه راه باقا مستمره حتى نهار الجمعه مع 12 ديال الليل، والسبت غيكون المباشر ان شاء الله. راه ان شاء الله نهار الجمعه نخلي لكم الاعلان مع اش غادي يكون السحب. تحياتي وحظ موفق للجميع ان شاء الله. الفاصل نواصل ان شاء الله. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي جميع الرياس، معكم الرئيس إبراهيم كما العادة. تحياتي لكم خوتي من الحدادة للحدادة، وكنشكركم بزاف على دوك التعاليق وراه السلام ديالكم راه كيوصل وكنقراو كل شيء صراحة. والله إلا كنتشرفوا بأنكم كتابعوا قناة ديال الرئيس عبد الإله، كنشكركم على الدعم ديالكم للقناة ديال الرئيس عبد الإله. مزيد من الدعم الإخوان والمشاركة والبارتاج. نبداو على بركة الله. السؤال الأول الرئيس عبد الإله من عند الاخ ادم العليكي، تيقول لك السلام عليكم الرئيس المقتدر عبد الإله صاحب القناه المحترمه عبد الإله بيش والمحتوى الهادف والمفيد، تحيه لكم من مدينه بوجدور. ما هو النوع السمك اللي خاصك تحطاط معاه وممكن في اي لحظه يفدي راسه؟ والسؤال الثاني، واش الرئيس عبد الإله كيفضل الصيد بالليل او بالنهار؟ السلام عليكم خويا ادم، مرحبا ومرحبا بالناس ديال بوجدور وديال الجنوب كاملين. مرحبا، تحياتي لكم من هنا ومن قنيطره، الله يحفظكم كاملين خويا. بالنسبه للنوع ديال الاسماك اللي خصك تحضي معاه اللي يقدر يفدي راسو، عندك ابلاغ كتفدي راسها بزاف. ملي كتكون مشابر معاها خصك تبقى مشاد معاها، ما تطلقش ليها الخيط. اذا طلقتي ليها الخيط كتكون هي ديجا موسعه البلاصه ديال الصناره. يعني شحال من مره كاع الرياس راه غيعرفوا هادي، حتى الموجه الاخيره وكتمشي لك ابلاغ. علاش؟ بعض المرات كتزرفك الموجه، كتدفع لك الحوته، ما كتخليكش اون كونتاك معاها. فاش كتدفعها كيطرخ عليها الخيط، كتحرك راسها، كتلوح الصنامر. ابلاغ بالدرجه الاولى هي اللي معروفه كتفدي راسها، يعني دائما خصك تبقى مزير. يعني بغض النظر الا كانت سارطه، انا ما كنهضرش على سارطه، يعني كنهضر ملي كتكون شاده من الماشوار ديالها، حيت الماشوار ديالها رطب، ماشي بحال ديال الدرعي وماشي بحال ديال الانواع الاسماك الاخرى اللي عندها الماشوار شويه قاصح، الا شدت فيه الصناره كتبقى ببلاصتها. هي الوحيده اللي كنظن انا كتفدي راسها وبسهوله هي ابلاغ. وبالنسبه للصيد كنفضل نصيد بالليل وبالنهار على حسب المنزله اخويا. الا كانت المنزله مزيانه بالليل كنهبط، علاش؟ كاين نوع ديال الاسماك اللي كنقدر نستهدفهم بالليل، ولا كانت المنزله مزيانه راه كنهبط بالنهار، ما عنديش مشكل خويا، كيف الليل كيف النهار. تحياتي ليك خويا. اللهم يسر الرئيس، سؤال جواب كان واضح. السؤال الثاني من عند الاخ حوسه اكادير، تيقول السلام عليكم الرئيس الكبير استاذ ديالنا عبد الاله، باش كتنصحني في شي موليني سور في كاسين كيكون مزيان بثمن 500 درهم؟ تحياتي خويا حوسه وتحياتي للناس ديال اكادير. بالنسبه خويا الموليني يكون مزيان وب 500 درهم، يعني هنا كاين واحد شويه ديال، يعني ما يقدرش يكون مزيان بديك الدرجه اللي غادي نقول لك انا، غادي نتسمى كذبت عليك، لان من 500 درهم لتحت راه ما كاينش مزيان، لا ما يكذب عليك شي واحد. يعني بغيتي شي حاجه مزيانه ممتازه غتفوت ال 1000 درهم، غتفوت ال 1000 درهم. علاش؟ لان السيرف كاستينغ دائما الموليني معرض للرمله، دائما معرض للسقوط مع القصبه في الرمله. والمشكل الكبير اللي عند الصياده هي ملي كيرشكش البيكي مزيان، ولكن صار صوت يكون البحر جاي طالع كيبقى يضرب في البيكي البحر كيطيح القصبه هي والماكينه. الماكينه كتغرف الرمله، كتغرف الماء، وكيشد كيكمل تبدا يدور، راه ما حدك انت كتدور والرمله كتهبط مع اللاكس حتى كتوصل لك للبينيوات. يعني هنا هذا مشكل خاص الانسان او خاص الرئيس يحتاط منه، يعني دائما يكون على بال باش يقابل القصبه ديالو، سيرتو في الطلوع ديال الماء يرد البال دائما يبعدها لان الماء كيطلع بسرعه.
من ناحيه ديال النوع ديال الماكينه اخي، من 500 درهم لتحت راه كلامي واضح، راه ما غاديش نقول لك، يعني كاين استثناء تقدر تشري شي ماكينه بون اوكازيون بهذا الثمن هذا وهي غتكون مزيانه، اما باش تكون جديده بالكرتونه ديالها وغادا تصبر لك وغادا تكون مزيانه يعني ب 500 درهم راه ما كنظنش، راه ما كنظنش، يعني طلع شي شويه فوق غتلقى المزيان وغتلقى المليح. تحياتي لكم. اللهم يسر الرئيس عبد الاله، الجواب راه كان واضح. ندوزو للسؤال الثاني مع عند الاخ، مع عند الرئيس محمد عمي، تيقول لكم السلام عليكم، ممكن دير جوج سنارات في هذا المونتاج؟ تحياتنا من الجزائر. المونتاج ديال الدور هذا واش يمكن دير لها جوج سنانه؟ تحيه متبادله مع الاخوان ديالنا، الله يحفظكم كاملين، تحيه كبيره لكم وكنشكرك على هذا السؤال هذا اللي طرحتي. علاش؟ لان اخويا ممكن دير جوج سنانه وممكن دير سناره على حسب الطعم اللي غادي دير انت. الا كنتي غادي دير الطرف ديال البيوضه او صباع الروطاله كبير شويه بزاف ممكن دير فيه جوج سنانه، الا كان الطرف غير رقيق يعني داك الطعم اللي غدير شويه قصير ممكن دير سناره، راه ما كاينش المشكل، بحال جوج سنانه بحال سناره. تحياتي لكم اخويا. شكرا رئيس عبد الاله. ندوزو للسؤال اللي تابعوه من عند الاخ، هذا داير ا ك اس، تيقول تحياتي لك اخي عبد الاله، علاش هذا العام ما كاينش الحوت معكم اللحيه العربي؟ هذا راه اللحيه العربي راه خويا اللحيه. تحياتي خويا العربي، تحيه كبيره. هذا العام اخويا ماشي ما كاينش الحوت، غير هذا العام كاين واحد استثناء يعني من ناحيه ديال الاسماك، راه ماشي في جميع المناطق، وانما كاين المنطقه اللي فيها الحوت وكاين المنطقه اللي ما فيهاش الحوت. اول حاجه كنتشكاو من الردم ديال البحر، لي كوط كلها رادمه، كاع البلايص اللي كان فيهم الفندق وكان كيقصدهم الحوت هذا العام كلشي رادم، وجميع الرياس راه غاديين يشاطروني الراي، راه لي كوط كاملين رادمين. ملي كيكون البحر حافر راه دائما الحوت كاين، ملي كيردم يعني كيردم له على الغيران على الشقاق على الـ على الطعوم كاملين مردومين تحت الرمله، وان شاء الله غادي يكون خير الى تحرك البحر ودار شي تحريكه مزيانه، راه غادي يحفر وغادي يرجعوا الاسماك اخويا ان شاء الله. ندوزو للسؤال اللي تابعوه من عند الرئيس عزيز بدر، تيقول لكم السلام عليكم اخواني الرئيس، لدي سؤال حيرني سنين، ما هي العده او التقنيه لصيد الميرو يا فوق 5 كيلو؟ حاولت جميع الخيوط قبل لاطريس لكن ديما كيتقطع، هل من جواب؟ جزاكم الله خيرا. تحياتي الرئيس ديالنا. بالنسبه خويا الميرو، حنا كاملين كنعرفوا الميرو بانه كيعيش في الشقاق، كيعيش في الظلام، يعني الاماكن الصخريه او لافيراي. الا كان في لافيراي يعني كيكون شي باطو مهراس قديم غارق في البحار ولا شي حاجه، يعني هنا كتواجه شويه ديال المشاكل. علاش؟ لان تيكونوا الحديد ماضي كيمضى مع البحر، هنا واخا دير له لاطريس ولا دير له كل ما كان الميرو يعني كي الحجم ديالو كبير كل ما كتزاد المتاعب معاه، الا لشديتيه خارج من المسكن ديالو ويكون عندك الصح. بالنسبه خويا للخيوط ولا بحال الا درتي الخيط غليظ ولا درتي لاطريس بحال شوف غير الاماكن اللي غادي تستهدف فيهم انت هذا الميرو، واش كاين في لافيراي ولا كاين في الصخر، ومن الاحسن تستهدفو هو يكون خارج كما كنشوفو حنا في الفيديوهات ديال الاخوه اللي كيشدوا الميرو، يعني حتى كيهيجوه بالطعوم وبالريحه تيخرجوه من المسكن ديالو عاد كيشدوه، يعني صعيب باش تشدو وهو في الغار ديالو او في الشق اللي مخشي فيه او في لافيراي او فاش ما كان، لان غير كيشد كيدخل وهو من نوع ديال الاسماك اللي كيحاول يتنفخ في الشق، يعني كيسد، وبهالطريقه راه ما يمكنلكش تسحبو. كل ما كان الحجم ديالو يعني زايد كل ما كانت المشاكل زايده معاه. هنا غادي تحاول معاه كما العاده كما قلتي انت، راه الدواء ديالو هو هذا، اما لاطريس غليظه بزاف فايت الخمسين ولا السبيب فايت المية هنا باش تصيدو، ويكون خارج يعني حاول تهيجو شي شويه بالطعوم وبالريحه باش يخرج من الشق ديالو، وهو هو من نوع الاسماك اللي كيبغي تزرب عليه ما كيبغيش ياخذ الخيط، اللي عطيتيه الخيط غيدخل، يعني هنا خصك تقاوم معاه، خصك تكون عندك قصبه بروفيسيونيل ديالو اللي ما غاداش تعطيه، ويكون عندك خيط مزيان وتشد معاه، يعني ما خصوش يدي الخيط، الا دا الخيط يديه بصعوبه ما يديهش فابور. وتحياتي لك وحظ موفق ان شاء الله اخويا. الجواب كان واضح الرئيس عبد الاله. ندوزو للسؤال اللي تابعوه من عند الرئيس ايوب الهواري، تيقول السلام عليكم رئيس عبد الاله والمجموعه، سؤال لكم، عندي قصبه شيمانو كربون 100%
لاكسيون ديالها 350 200، واش خدامه للكوربين وشكرا. ماكسيموم ديالها 350 200، من 200 350. حنا ما غنطلعوش ونهبطوا. تحياتي خويا ايوب، يعني هاد المواصفات اللي قلتي راه هي هذيك، يعني قصبه تيبيلير قاصحه بامتياز مزيانه خويا وصالحه، علاش ما صالحاش الكوربين اخويا؟ راه من 200 ل 350 راه صالحه 100% اخويا، صالحه. راه تيبيلير غتلونسي بالتقلي بغيتي وغتزير كيف ما بغيتي، ما عندكش المشكل خويا. شكرا الرئيس عبد الاله. ندوزو للسؤال اللي تابعو من عند الرئيس حجاب فيشينغ، قال لك عنده الموليني ولا ثقيل في الدوره ديالو، علاش الرئيس؟ واش من لورما ولا رحى؟ الماكينه الا ولات ثقيله في الدوره ديالها راه كاين بزاف ديال الاسباب، ما تمكنلكش تحكم على لورما وما يمكنلكش تحكم على الرحى. علاش؟ لان يقدر يدخل لها غير الماء، ومع داك لاغريس اللي فيها يعني كيجمد ما كيبقاش عندها داك لاغريس، يعني حلو في الرحى كيبقى يدور مع الرحى كما ينبغي، كيجمد ملي كيدخل ليها الماء كيولي لاغريس قاصح. والا كثرتي لها الا حليتي وكثرتي لاغريس، يعني عطيتي لاغريس اكثر من الجهد، راه غادي تقعر في الدوره. يعني كاين بزاف العوامل اللي غادي يتحكموا في الماكينه اللي غيخليوها ثقيله، ماشي بالضروره الرحى، ماشي بالضروره. علاش؟ لان الرحى ملي كيكون المشكل ديال الرحى كيكون المشكل ديالها بان الماكينه كتبقى ملي كتكون كتاخذ في الثقل كتولي طلاشي، هذاك المشكل ديال الرحى. علاش؟ لان السنان ما كيبقاوش اونغروناج، تيولي كتكون شي سنه تفرضات تهرسات من الرحى او تردمات. يعني هنا ملي كتكون كدور ملي كتوصل لديك السنه لبلاصتها كتلاشي، هذه وحده، هذا المشكل ديال الرحى باش تعرفوا. اما الرولمون تيولي الا كانت الرولمون ديال الجناب ديال الدراع راه كيولي فيها الوجوه، كتعرف بان الرولمون مشات. ولا كانت الرولمون ديال الوسط كتولي تسمع الصوت، كتولي تسمع الصوت. هادو المشاكل اللي كيدير الرولمون والمشكل ديال الرحى راهم باينين. اما الا كانت ثقيله ما يمكنلكش تحكم عليها من الرحى ولا من الرولمون، يعني راه كاين بزاف ديال العوامل كيف ما قلت لك. الا دخل ليها الماء وداك لاغريس اللي فيها الداخل الى قصاح راه غتولي ثقيله، والا اصلا حليتيها ودرتي لها لاغريس اكثر من جهد راه غادا تقعد. شكرا الرئيس عبد الاله، الجواب راه كان واضح. ندوزو للسؤال ديال الرئيس رشيد نعيم، قال لك السلام عليكم السي عبد الاله، شريت قصبه الطروف ديالها ما كيركبوش عاصيين، ركب جوج لصقوا ما بغاوش يتحلوا وما وصلش الخاتم الخوه، ما العمل؟ قصبه كاربون. هذا مشكل شي شويه، يعني خصها تتحك. وباش خصها تتحك؟ خصها تتحك بركا غير ترطب. لو كنتي قريب ليا خويا جيبها انا نقادها خويا، هادشي اللي غادي نقول لك. الا كنتي الرئيس رشيد في القنيطره كما قال لك الرئيس عبد الاله، جيبها ليا انا نقادها خويا، ما تلقاش مشكل. علاش؟ لان حتى لو بغيتي تحك خصك تحك بواحد القانون، يعني علاش ما خصكش تنقص من الكربون باش ما تضعفش؟ يعني كاين واحد كاين ميزير خصك تتبعو، ماشي غتجي وتحك وما تحكش بكا غير تحرش بتاتا، وما تحكش حتى بالرطب، خصك تفزقو بالماء او بالزيت، عاد تحك غير بشويه وتسي حتى تشد بلاصتها. شكرا الرئيس عبد الاله، الجواب كان واضح. ندوزو الرئيس عبد الاله للسؤال الاخير من عند الرئيس جمال علي، تيقولك السلام الرئيس الكبير ديالنا الله يخليك، عندي جوج اسئله. الاول هو امتى كيبدا الوقت ديال سمك السنور، والسؤال الثاني وقتاش غادي دير لينا التيست ديال لاتريس الجديده. تحياتي خويا، تحيه والف مرحبا خويا، مرحبا. بالنسبه لسمك السنور حنا كاع كنعرفوه ملي كيبرد الماء، يعني الوقت ديال الليالي. دابا حاليا راه كاين، راه تيكون غالبا مع الاوقات اللي كينزل فيها الدرع لاكور، يعني في الليالي في الشتاء السنور راه كاين دابا، راه موجود ويتزاد بكثره ملي غتدخل الليالي ان شاء الله. وبالنسبه لهذيك التيست اللي قلت لكم انا باقي موعدكم، راه غنهبط غادي نعمرها وانتم كتشوفوا غندير لها فيديو، وغادي نصيد بها ان شاء الله على السنور. ماشي غنصيدش بها على الدراعي في الرمله ولا في شي بلاصه، لا غنصيد بها على السنور وغنشوف شنو غدير في الحجر. ومنين غادي ندير ليها فيديو غادي تشوفها، راه الا تقطعات راه غندير الفيديو كنوعدك، والا ما تقطعاتش راه الفيديو كاين. علاش؟ انا راه ما كيهمني حتى شي مونتاج، بالدرجه الاولى كيهمني شنو غادي نعطي للزبناء. الا عطيتك شي حاجه خصني نعطيها لك ناضيه، انا ما تيهمني حتى شي مونتاج كما بغى يكون نوعو، وماشي بالدرجه الاولى بان غادي نمشي انا مع الشركه ولا شي حاجه، هذيك غير نساها. غادي نجربها وانا معكم، وغادي نشوفوا الفيديو كاملين ان شاء الله.
تحياتي لكم اخويا. مرحبا. الرقم الهاتف ديالك الرقم بالنسبه للرقم الهاتف كيف ما العاده 06 17 54 75 34. 06 17 54 75 34. مرحبا بالجميع، تحياتي خوتي، حظ موفق للجميع ان شاء الله.